السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, welcome to learn Chinese. أهلا بكم في تعلم اللغة الصينية. بناخد برضه الشرطة اللي اسمها دي ان. بنتعلم كلمة جديدة اللي هي اسمها دي، معناها get. طب ازاي نكتب الكلمة دي؟ طب انا همشي تكون بمشي في الاول نمط عندهم، بنبدأ الاول من حاجة اللي فوق الحاجة التانية، وبعد كده بنبدأ من الجزء الشمال وبنتنقل للجزء اليمين. طيب انا هنتنقل الاول لما نيجي نكتب الكلمة زي دي. الكلمة دي مكونة من جزئين، شمال ويمين، شمال ويمين، في خانة للشمال وخانة لليمين اهي. جزء يبقى we will start from the left part, then we move on to the right part. طيب اول خانة هنمسكها اللي هي في الجزء الشمال. هنلاحظ ان الخانة مكونة من ايه. خدنا احنا الشرطة اللي اسمها ديان، معانا الأول مكونة ازاي. أول شرط عندي بيا، وعندي واحدة تانية بيا، يبقى دي أول واحدة عملتها، دي تاني واحدة عملتها. ليه؟ لأن دي فوق دي، دي فوق ودي تحتيها، فما ينفعش أعمل كده، ما ينفعش أعمل دي وبعد كده أعمل اللي فوقيها، غلط. ليه؟ لأني دي بدأت من تحت بعد كده لفوق. خلاص. الحاجة التانية دي لازم تكون أقصر من اللي تحتيها. The first one, the top one, the top the pier should be shorter than the bottom pier. هنبدأ بقى، خلصنا الجزء اللي فوق، دي فوق، دي فوق، تحت تحت. شو ما ينفعش اعمل كده. ليه؟ وبعد كده اعمل كده. ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه ده ايه ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ بدأت من تحت وبعد كده فوقيها، وانت بوظت اللغة خالص. غلط. أبدأ من فوق وبعد كده من تحت. يبقى عملت شرطتين بيا وبعد كده شرطة شو. خلصنا الجزء الشمال، نتنقل للجزء اليمين. الجزء اليمين بدأ بأول حاجة، هنبدأ يعني هو مينفعش تبدأ بدي أو بدي، فيش تبدأ ب ب ب ب ب ب هانج أو بتبدأ بشو. هو بدأنا بشو بشو شو وبعد كده هانج عادي. هنعمل إيه بقى؟ عملنا دي الأول، بعد كده نزلنا عملنا شو، عمل ايه بقى؟ المفروض ان هو كان عمل كده، عمل دي كده من الشمال لليمين. خلاص. هنيجي في النص بقى نعمل ايه؟ هانج هانج. خلاص. ده الجزء اللي فوق، هنتنقل للجزء اللي تحت، اللي تحتيه على طول. بدأ خلصنا الجزء اللي فوق المربع اللي فيه خط، نيجي للجزء اللي تحتيه. الجزء اللي تحتيه هنطول ده شوية كده. الجزء اللي تحتيه هيبدأ بهان، دي قصيرة خلي بالك، هننزل تحتيها، هنعمل واحدة تاني هان هان هان، دي أقصر من دي تاني. أنا ليه عملت دي الأول؟ علشان دي فوق دي، دي فوق ودي تحت. خلاص. ما ينفعش ابدا بدي ولا بعدين دي، لان دي كده تحت، بدات باللي تحت وبعدين كده بدات بنت اللي فوق. غلط. نيجي بقى هانج وهانج، هنعمل بقى ايه؟ خلصنا اللي فوق وبعد كده اللي تحتيها، اللي فوق اقصر من اللي تحتيها. نيجي بقى نعمل ايه؟ العلامه دي، العلامه دي إيه بيسموها ايه؟ هناخدها بعدين بس مش في الدرس بتاعنا بتاع النهارده. وبعد كده نعمل ايه؟ تيان. تيان عبارة عن نقطة صغيرة كده. كل الكلمة دي
معناها جت دي. الطريقة الوحيدة اللي تخليك تحفظ الكلمة ازاي تتكتب the only way that makes you memorize how to write the hands، ازاي تكتب ال hands، انك تمشي على خطوات الكتابة. يعني احنا عملنا اتنين بيا 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 شو، then we move on to the right side. ها شو هان شو هان زين هانج. اوكي this is the top part. Then we move on to the bottom part. We have a short hang first, start from the top. Move into the row one. Okay. Hang. The next one at bottom below it and longer hang than this one. We will study later. Okay? Then we have to make dian. Okay? This word de means get. Someone asks how to remember the pronunciation of these hands when I face it in games, videos, films, Chinese films. Okay, think of this. We have to figure a D in this word. Maybe this is one is capital D. And we have E here. We will figure it when you see something like E. Okay, maybe how to remember the meaning of the word. Someone get the item from the box. Get the item from the box. Okay. This is how you remember the meaning of these hands. Get the sword. This one also. Okay. And get the sword from the box. Okay, thanks for watching for now and goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.